المحصن بالحصانه المحصن بالحصان. اقول يلا الحين مو تبقى ايش حالك؟ قبلك الحصانه الله يبارك فيك. رد لاخذ البالج. هلا هلا هلا. عبد المجيد انا ذاك الجو اصور اصور فيه ثاني مره. اوه سواها هاي مبرو 15 والله ما ادري. 40 تعال تعال اقرب عندهم. يلا عزوز سقف شغلها. يلا ترى ما بجوز انت. ارفع ارفع الصوت ارفع الصوت. روح طول عليها. روح عليها علي اولها. لف لف على جاي. ارفع اخر شيء ارفع ذاك برفع. ايوه بس بس تعال لف 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 لف. الناس ما خلقت حواليك ترضيك مثلك مقادير الولي تعترضها اخر لك لا تندفع بها قاويك تلمس الاعذار ولا افترضها اخر لك لا تندفع بها قاويك تلمس الاعذار ولا افترضها ما فيه شيء الا ليراد واليك ولا فيه صعبه كان ربك فرضها اللي ما تقسم ما تجي في مراميك لا كانت الحمد عندك وتحفظها الناس ما خلقت حواليك ترضيك مثلك مقادير الولي تعترضها اخير لك لا تندفع بها قاويك تلمس الاعذار ولا افترضها رمي الركاد غير رمي التماتيك والفرق في هذه وهذه غرابها الحل عدوك من سعادة مصافيك ولا يشغلك غيب القلوب ومرضها لا يشغلك غيظ القلوب ومرضها الناس ما خلقت حواليك ترضيك مثلك مقادير يظهر صديقك ويتبين معاديك كذا الحياة بما تلاقيك خضها وسع مفاهيمك وجود مباديك كرامتك عن ما يشوب انتهضها الناس ما خلقت حواليك ترضيك مثلك مقادير خير لك لا تندفع بها قاويك تلمس الاعذار ولا افترضها دايم جناحين المعزه تعليك بالك لحاجات النفوس تحفظها الا الوفا خل الوفا في مساعيك عملة رجال تعدها وتحفظها الناس ما خلقت حواليك ترضيك مثلك مقادير الولي تعترضها اخير لك لا تندفع بها قاويك تلمس الاعذار ولا يا صاحبي في وقفتك كيف اجازيك وانا ادري انك ما تدور عوضها ما يجعل الاحرار مثل المماليك الا معاريب الرجال ببعضها الناس ما خلقت حواليك ترضيك مثلك مقادير اخير لك لا تندفع
افضل عمل سمعته ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله وجهك ابيض الله يرحم والديكم كلها تواجدكم ودعمكم لو ما طلعت من هالبرنامج الا بدا العمل ما شاء الله تبارك الله لوني محلك اقول عمدا ابراهيم مش طلعت لكن عاد طلعتني قال ما طلع انت ما تشوفه يقول كذا ايه ذكاء 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 لا لا يقول هنا في عقل 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 طيب وش فيها اجل هنا انا الشيطان ها انا الشيطان ما انا اكبر واحد محارب للاغبياء انا اكبر واحد محارب للاغبياء الله يعينك امي عجب الغني بحاربك شكرا با انس فهري امنا جنة انس ما فيك ويز جنة انيس لا 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 فنجان لا لا ليش اليوم دفع غريبه اليوم دفع رجع يقول غبي وثمانية يا رجال تعال ما ادري فيها انا فيها غير بعض الاحكاء يبغى يحسب على رايي لو انه بعد يجينا في وزنه وانت كفو ومطلق ومحسن مليان والله يجي لك ثور وبندق الثور والله طالبك على وجهك يحمل حالك تم دل لا هذا لكم يا رب ايه نادني فارس محمد بندر بيهم في اجتماع وانت طيب وثاني اربعة يصير اربعة احنا عندنا موضة بسوي خلاص ما تضحكش ما تضحكش الله آسيا شلونك انجليزي جات علومكم يا الربع انت والله عفاك في محلاتنا اللي ما تخفاك هم صلينا اليوم العصر وموجهنا للجلسة يلا لا يعيدها الجلسة عفا ليه غيرنا لوكيشن ثاني فكرة كذا طرت على بالي قلنا يا ولد نبغى نطلع بشيء جديد لا تكلم تكلم وين رحت؟ هم والله غيرنا اللوكيشن طبعا هي جلسة مهذل نقلناها شوي كذا عند الصور عشان نعبر ونشوف الصور ونتكلم جينا طلع كلام من تحت من الكتمان ايوه اي والله هم انا وابو شبيب وفارس وسلطان وتوكس وش اسمها معجب ايه ابو معجب جلسنا طول الصلاة ابو ناصر ما يحتاج اول مره يقوم العصر انت شيخ كيف ما يحتاج انت راس المجلس يا طويل خلاص هونت من الشيخ اوكي اسلم ما قال اسلم هو والله صلحنا القهوه والشاي وجلسنا وتقهوينا الا والله فرد حمزه تعيل يجلس والله عيا خذينا سواليف كذا وانبسطنا الا والله انه عرفت انه جاي بشكل اه والله كم طلقه يلا كم طلقه من كم شنطه من بزنس واحد الى بزنس 65 والله انت رسمه ترس قال انا كذا وليان كذا ما يقول رمي الركاله اعطانا اليوم تماتيك عشوائي اي والله اليوم عشوائي ما احنا مسامحين انا اعيد لنا والله بدا يا ولد يلا يلا يا سكت بدا اول شيء انا بدا بي السلام بندر تضرب ساعه الحالة ربع ساعة ضيقنا من الغراء ليه تقولها ليه تقولها عبد الرحمن سوت الله وجهك هم جاب اللي هناك هنا قلت يا رجل من الخلعة قمت أنا أقوي لا قام علي قال سود الله وجهك فوق مو بسود قلت تدري ها خذها ها سود الله المهم بالله ايش قال عندي ترى أنا في موضوع ماسكة على هذا والله طويل مرجع على فارس والله يا طويل العمر وستلم فارس الين جاء في نقطة مفصلية قال لا تكفى انك ما تقولها قال انا بقول الحين كذا لا تاخذ ذاك هذا يعني ما عاد يسكت ايه والله شوي ايام جاء ابو ناصر جنبه لا والله انا بدا يدور قلنا لا 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 قال فارس ارجع هنا خلينا نقطع حبل الافكار قال انا لا كملوا ايش عندك ايش قال؟ ايه قال لا ما راح حسين قال انا انصحك تكون صاحب قرار يقول لك هيبه ولك اقتراح قال اما انت يا محمد منصور اما انت يا محمد منصور ونعم عشوه والله نعم حطهم كلهم قالوا انا اقترح ابو صالح اقترح على ابو صالح اقترح على ابو صالح انه يكون راعي القرار كيف راعي الحلال وشايف ينفع معه تكفى يجي يدخل علينا والرجال له هيبه ولا الا والله كل شيء عمنا مش شاطر عمرهم قاعد هم اربعه على سته سته والله سته والله مفصل صح قال سلمتنا ايه سته مفصلين صح
اوه لا والله انها اي طليان جاهز اشهد بالله ان حطنا اسرع ابراهيم اسرع تحت ديل ما اسرع كل شيء اتصدق قال عصريه يوم الاحد ابراهيم اسرع قرار خلاص كذا بسرعه شت يروحون والى هنا تنتهي النص قال طلع والرجال البر انا عندي سؤال ليش ما يصير البراي مزارك طيب كيف اطلع انت لا انت لا طالب لا طالب لا طالب طالب ما قصر هذا كيف يجيب مزارك والله مزارك اكثر عن عليه يكون واحد الكواليس والله بدل سناء بالكواليس سلطان موجود صدق يا اخي ذاك مدعم انت يا طلع انت طالب كان لا ذاك ابو ناصر والله 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 حلب لا والله ما ترد امزق طيب خله في بيته معكم ميد معكم متيلا متيلا ميد معكم اي والله هم تخيل ما قلنا على الله انها غابت الشمس طيب راحت الشياطين قلنا اعوذ بالله انقلبها عود الاذكار اي والله ما قصر ختمها يقول ختمها مسك تكلمنا عن فضل الاذكار والصلاه والتحصين الله يجزاك بخير التوكس سوى لنا فعاليه الله يجزاهم وجاب لنا فعاليه توكس ريان الظهر اي والله طيب هم بالاخير ربطوه منا في المطبخ انا اي امس السبت ريان بتحلف فيها هو الاثنين انا اوه انا الثلاث والاثنين بكره بكره بالحم انا وازن انا وانت بالملحم بكره اي والربوع عدت معي انا ربع انا خميس أربوع أنا وياكم محمد الطوا محمد المسردي ومن معك أنت معك الطوا عزوز أنا معي وازع عزوز مسافري أنا يوم الربوع خلنا نواف ونواف طلع جام لا, لا 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 نواف الخميس ما أعرف شو راني أنا الربوع أنا وازع ومحمد المسردي اللي معك منه يا أبو يا بيش يوم الربوع بندر ظني لا 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 أنا يوم الثلاثاء أنا ومناحي يوم الثلاثاء ظني علي 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 لا لا علي علي الخميس وسلطان اي ظهرنا بعد الربوع مع واحد سلطان دوحس مع واحد وطبخ السبت والخميس بالعكس انا ودي كل يوم اطبخ الف 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 اوه تعب ايش تعب ما انا ما احب اطبخ السبت ما اطبخ جاني هو يوم نطبخ السبت انا وعليان ومهذل مهذل اليوم مع محمد بندر ونواف من معنا سلطان دوحس شو بندر راقد شويش لا يطلع مخك طواله وروح بعد ما ايه انا وانت وطوالة العرمان اذكر ابو الخير استر عليه وفك شو اسمها طيب تخيل يا ابو عادل انا متحلف ثريا بكره ليه ابغاهم موضوع انا ايش نعاونكم به انا بسيط انا ريان عاطف صفقت شوف قدير خلاص الصايج ترى في صايج الناس صفطه ما ياخذ ريان الموت هباس يو ثقل الرجال هباس النسخه كلها طالع 16 رجال نشيلها كنا كسر على قدرنا كلها اي بلازم ذاك سري سري دبي صلوه صلوه بعد الباب صلوه ما عاد ينفع بعد اسبوعين بدي والله زبل هو قصده يعني لا تجددوا لا النصوص ما في حاجه صرف فيها تقريبا من اي تاجروا معدات فلوس لا 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 جايب لي اربع قطع برجر كملها ب 24 زائد 6 فجار باقي بخاطر البرجر وصل البرجر خلاص لا تتسبدي عاد تسوي كمال على طول يمكن انه يتعرش هو جاي في الطريق زين سبك الرجال لكن عيطني او استحم مهدله كبير استحم اليوم ابوكل عليان وانس على الخيمه ايش رايكم ناخذها اليوم حسب وكلنا حاجه وكلناك على دبي مستشارين حقين في المستثمر يشتريها من رضانة مستثمر اليوم صح؟ سخني انا فيكم استشارك انا ايه تجي الحين ما عاد ما عاد اليوم ماني مسوق لحد ماني دلال اليوم دلال يشتري يشتري طيب انت ما دفعت لا سعي حلقتين راحت ولا واحد دفع السعي كذي صادق يا اخوي المفروض اعطيهم سعي معليش شوف متى يمكن ترى قدام انجليزي انجليزي خليني اشوف الدفتر اللي جوا المهم اليوم اورق اورق انا ما سدد واجد انجليزي المحامي قلت لك خلاص وقف انا خلاص اللي عندي وتجيب اللي عندك انا مسدد انا مسدد لا ما سددت انا مسددك يا انس فوق لا انت ولا ابو شبيب خلاص فوق العشرة ولا راشيليا مش كنت فوق العشرة وش فوق العشرة وش ردت عليك اسبوعها طيب اذا قيمتها 7 اشتريها لا بيكون عليها تصريح زياده كم اسمع 8 7 طلع 8 7 اخي ترى نفس الاسبوع اللي راح شراها خلي والله ما عليه ضرر اللي ياخذه انت جاي خذ ثمار الاسبوع ذا هذا لو نحسب خذ كاش ولا نحسب لا اخر تحديث قبل 3 ايام يمكن تغير الارقام
ادري انا الله. انا دفعت 75 ريال بالمتجر بالله ماشي بايب. اسمع خذ ازار الطيب. انا سفاري اغلب مره والله اخذتها جاك من عشاء ان شاء الله. كان امسكها معي. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تينا القوافي. يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية. يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة. يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي. يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي. يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله. لبي المسواك. ما هو فضل المسواك؟ يا قمر نور، مع أن نهاية الشهر لكن نغني. يا قمر نصف شهر كامل بالوفا ارحم العيني يوم. الله اعطيني تعال يلا صح صح. بإذن المغرب العشاء بعد الصلاة. الصلاة باقي على خمس دقائق. حافظ ذكرني أبو شبيب بيت حسان بن ثابت في فقد الرسول صلى الله عليه وسلم. وشو تعرف البيت اللي عقبه واللي قبله؟ لا لا فيه. انا عندي بيت ثانيه. هو بيت واحد قاله. ايه هو قاله ترى بيت واحد. بيت واحد بيت واحد. الله عليك عظيم يا اخي. البيت عندي بيت هذا بيعطيك باص. وعندي بيت ثانيه البيتين الحسن بن ثابت عنه وسلم يقول لا تقول لا تك تك لا تقول لا تقول بيعطيكم باصات نفس امس. ايش رايك امس؟ ابوص واحد جات في وقته على طول طرى لان مناحي قد قال لي القصه. تكفى علي انا احسب حسابي. بسكت شاي بدرجي يا حبيب اخوك فوق كل جيل ما ياكل غيرك. الله يجزاك خير. هذه من افضل النصائح يا وافق. ولكن عسى الله يرزقك باسلوب للنصيحه. انت ترى احنا من اليوم جالسين هنا يوم متابعين ونفطر. ما سمعت والله امانه. قاعد تبدي وانا اقول ازرع عندي ازرع عندي. ما
أخير لك لا تندفع بها قاوي. أي والله فلما سال نار والمرتنى. حطت زيت ولا بدون؟ ها؟ بيض بيض عشان ما يلزق في الصاجة. ورد حتى تمطر. أرحبوا مرحبا مساله. يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، من نزل سوق التجاره يتعب الكسب الصداره، عالم البزنس شطاره. يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، الحماس من البدايه لين تتويج النهايه، يا للتحدي فيه رايه. يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي. يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو. هلا يا وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي. يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد، كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، ضونا كل وقت حية عاملة بشاذلية. ضيفنا يالله حيا. يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة، عالم البزنس شطارة. يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، الحماس من البداية لين تتوي. غيرك انت، ما نبيك انت، سكر. داخلين فلان في وين؟ اياها. لا لا ما خلصت. عليان 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 ابو متعب ابو متعب نكرم الخطاب. أنا أعرف ال... بسكوت شاهي مع حليب.